مساء الخير على كل متابعينا ومشاهدينا في جريدة المصرية في كل مكان. طبعا قضية أحمد فتوح أو أحمد فتوح زي ما بيقولوا كده اللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بعد دهسه أمين شرطة على طريق الساحل، والتجديد الجديد طبعا بتجديد 15 يوم. كان لازم نكون معاكم مع المحامي وسيادة المستشار صبرا القاسمي، هيكشف لنا كل التفاصيل كاملة عن هذه القضية وإيه اللي هيقابل أحمد فتوح. أهلا بحضرتك يا سيادة المستشار. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المتابعين جميعا. طبعا في بداية الأمر لابد أن نقدم واجب العزاء لوزارة الداخلية، ونقدم واجب العزاء لأسرة المتوفى إلى رحمة الله الذي دهس بسيارة السيد أحمد فتوح. وهنا في مشكلة كبيرة جدا يا جماعة، إن أنا وجدت ازدواجية في المعايير من متابعي صفحات السوشيال ميديا فرقوا ما بين حالة أحمد فتوح وما بين السيد عصام صاصة مطرب المهرجانات المشهور. الناس وجدت مع عصام صاصة ان السوشيال ميديا كلها هجم عليه هجوم شديد جدا وقت الحادث عندما قتل بعيونته برضو احد الاشخاص الذي كان لديه اولاد. نفس الحالة موجودة ولكن المس تعاطف مع السيد احمد فتوح بخلاف حالة السيد عصام صاصة، وده مشكلة كبيرة جدا ان احنا بنتعامل مع القانون ومع الأحكام القضائية أو مع الإجراءات القضائية المتخذة ضد شخص بمعيار مختلف عن الشخص الآخر، وده اللي بيرجعنا لأن نقول أن المحاكم المصرية والقضاء المصري النزيه لا يتعامل بالعاطفة الموجودة لدى المواطنين. دي قصة بس أردت يعني أن ألفت الانتباه إليها، أن القضاء المصري العظيم لا ينظر إلى شخص السيد أحمد فتوح ولا إلى شخص السيد عصام صاصة، ويدرس كل حالة بمقتضياتها بعيدا عن النظر العاطفية التي ينظر بها الجماهير الموجودة على أرض الواقع. من ارتكب جرما يعاقب على هذا الجرم دونما النظر إلى شخصه وإلى حيثيته. ده في بداية الأمر كنت حضرتك بتسأل عن الحاجات اللي هتقابله بقى. المتوقع والمنتظر في قضية السيد أحمد فتوح لاعب الكرة الشهير، بكل الأسى وبكل يعني المعاني التي تحمل التعاطف نحو شخص السيد أحمد فتوح، ولكنه كمواطن مصري يقع داخل الإقليم المصري وتنطبق عليه القوانين المصرية. الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء المصري في هذا الشأن. ولكن بالنسبة للسيد أحمد فتوح والذي ثبت أمام النيابة العامة، طبعا كلكم عارفين إن هو اتجدد له النهاردة 15 يوم، وده إجراء من الطبيعي جدا إن هو كان يتم التجديد له في ذات القضية، لأنه ثبت أنه يتعاطى المخدرات ويتعاطى جوهر الحشيش على وجه التحديد في الكشف في التحليل الطبي لعينة المأخوذة منه. طبعا احنا بنتكلم على عدة جرائم في هذه الحادثة، نتكلم على انه قاد سيارته بسرعة شديدة برعونة واهمال عدم تدبر. حصل منه ان هو يسوق او يقود سيارته وهو متعاطي للمخدرات، وده بيكبر من العقوبة المنتظرة للسيد احمد فتوح. العقوبة في حسب المادة 238 من قانون العقوبات أنه إذا ما تسبب شخص ما في إحداث وفاة عن طريق الخطأ زي في حالة أحمد فتوح بالسيارة بتاعته، لأن طبعا الحادثة غير مدبر لها، الحادثة ينتفي عنها القصد الجنائي غير المتعمد لقتل الشخص الموجود، فتنطبق عليه نص المادة 238 من قانون العقوبات، واللي هي تحكم فيها المحكمة بالغرامة أو العقوبة 6 أشهر عندما يكون الأمر طبيعي. اما وان السيد احمد فتوح قد ارتكب هذه الواقعه وهو متعاطي للمخدرات، فده هيرفع العقوبه معاه لتصل الى مده 5 سنوات والغرامه. طبعا احنا الواقعتين متقاربتين، واقعه السيد احمد فتوح وبالامس كان ايضا السيد عصام صاصه، والذي انقذ عصام صاصه وجعل العقوبه مخففه 6 أشهر هو أن أسرة المجني عليه قد تلقت مبلغ من المال في مقابل التنازل، وده اللي ثبته وأصر عليه محامي الدفاع عن أسرة المجني عليه في قضية السيد عصام صاصة. مثل أمام المحكمة
وقدم التوكيلات وقدم اعلام الوراثه والشهادات الداله على ان اسره المجني عليه قد تنازلت عن حقها، وده اللي خفف العقوبه عن السيد عصام صاصا. في المقابل عندنا وقعه السيد احمد فتوح، ما زال يحتاج الى كثير من الجهد للوصول الى اسره المجني عليه الشهيد الى رحمه الله فرد الشرطه الذي راح ضحيه رعونة وإهمال وتعاطي السيد أحمد فتوح للمواد المخدرة. ده برضو محتاج، هل أسرة المجني عليه ستتنازل عن حقها لتمنح أحمد فتوح بعض الرأفة أمام المحكمة ويحدث كما حدث مع السيد عصام صاصا، أم أنها لن تتنازل وفي هذه الحالة ستكون عقوبته عقوبة مشددة قد تصل إلى 5 سنوات؟ طيب لو الاهالي احمد اسمه ده امين الشرطه ما تنزلوش، هل العقوبه هتكون قد ايه؟ الناس محتاجه تعرف برضه. يعني في اقل درجاتها ستصل الى 5 سنوات عن عقوبه القتل الخطا بحسب نصوص مواد القانون. ايضا يضاف فيها ان النيابه العامه ستوجه اليه تهمه تعاطي المخدرات، تعاطي المخدر جوهر الحشيش اللي هو ثبت انه تعاطى اثناء القياده، وده قد يرفع العقوبه بحسب المحكمه اللي تنظر الموضوع قد تصل العقوبه الى 7 سنوات. وده اللي احنا مستنيين لسه نشوف الايام هتسفر على ايه وماذا سيحدث في القضيه ومدى تعامل المحكمه، لان الراي الاول والاخير في هذه القضيه للمحكمه التي ستحال اليها حسب ما تحيل النيابه العامه الى المحكمه بمواد الاتهام التي ستوجه اليه. اعتقد انه سيوجه اليه القتل الخطا وتعاطي المواد المخدره، وهنا القتل الخطا المواد القانونيه التي ستقدم ستكون مواد تشدد العقوبه في مثل هذه الحالات لاقترانها بجريمه تعاطي المخدرات. طب كان في سؤالين يعني حابب اسالهم من بدايه اللايف. اول حاجه عقوبه تعاطي المخدرات لوحدها، وعقوبة برضو اللي هو يعني دهس فرد شرطة، فديت اكيد ليها عقوبة. انت فرد امن كان بيأدي شغله وبيأدي وظيفته. لا، للحقيقة ان القانون المصري لا يفرق ما بين، كما اشرنا سابقا في ان القانون لا يفرق بين عصام صاصة مؤدي المهرجانات وبين السيد احمد فتوح اللي هو لاعب شهير، وبين اي مواطن عادي يرتكب حادثة دهس عن طريق الخطأ وينتج عنها وفاه كما حدث في الحالتين. مفيش اي فرق بين يعني بين الحالات كلها. القانون لا ينظر الى صفه وحيثيه الجاني، ايضا لا ينظر الى صفه وحيثيه المجني عليه. هنا طبعا الشهيد الى رحمه الله المجني عليه هنا في الوصف للنيابه العامه، وده لسه مش موجود وما اتطلعناش عليه، اذا ما كان يؤدي مهنه كان في اثناء تاديه عمله، يعني هل هو كان رجل مرور واقف بيؤدي عمله كرجل مرور، دي هتشدد العقوبه اكثر على السيد احمد فتوح، ام انه كان خارج نطاق العمل وكان بيمر في الشارع عادي وقتله خطا السيد احمد فتوح. دي هتفرق كتير فعلا الصفه اذا كان بيمارس عمل ام لا يمارس عمل. اما اذا كان خارج نطاق العمل فهو مثله مثل اي مواطن مصري عادي يعني بيمر الطريق، دهسه احد المواطنين ايضا عن طريق الخطا. طيب لو عقوبه المخدرات بس هنشوف 6 شهور زي ما شفنا في قضيه عصام صاصا ولا اعلى؟ هو هنا طبعا القرار او 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 الحق ما تقول به منصه المحكمه. يعني ما يراه السيد، يعني كما حدث في قضيه السيد عصام صاصا، جوهر ولب الحقيقه هو ما نطقت به المحكمه التي حاكمت عصام صاصا. الجميع كان ينتظر الحكم ببراءة السيد عصام صاصا بناء على تنازل أهل المجني عليه عن حقهم في الخصومة، ولكن المحكمة عندما فحصت الأوراق ووجدت أن هناك تهمة أخرى هي تهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة وقعت عليه أيضا العقوبة. دفاع المتهم السيد عصام صاصا بذل الكثير من الجهد ليوضح لعدالة المحكمة المخدرة الموجودة في التقرير ربما تكون ناتجة عن تعاطي عقاقير طبية مسموح بها، ولكن في اعتقادي، يعني أنا لم أرى حيثيات الحكم حتى الآن، ولكن في اعتقادي أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع وعاقبته
عن تهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة، واستخدمت معه بعض من الرأفة في توقيع العقوبة الأقل بالنسبة لتعاطي المخدرات أثناء قيادة السيارة، وهي عقوبة 6 أشهر. وده هنا ما بينفيش ان العقوبة الهيئة الموقرة نزلت بها الى 6 أشهر عشان خاطر اهل المجني عليه اتنازلوا. في حال عدم تنازل اهل المجني عليه كان مصير السيد عصام صلصة مصير تاني اخر، يعني كان هيروح حتة تانية خالص، وكان هياخد حكم اكبر من كده بكتير خالص. بنشوف تجديدات وبنشوف اليات في القضية، هل هيكون في تجديدات ولا الامر بعد التجديد 15 يوم ده هيخش على المحكمة على طول؟ سؤال برضه من هو طبعا تنتظر عايزه تعرف هيخرج عنه امتى او حاجه زي كده. ده النيابه العامه وشانها في دراسه القضيه ومبررات الحبس الاحتياطي التي سيقدمها الدفاع السيد احمد فتوح امام النيابه العامه. هنا احنا بنتكلم عن شخص مدان خطأ، بعيدا عن مسمى الشخص او صفته، بنتكلم عن شخص مدان بالقتل الخطأ، مدان بتعاطي المخدرات كما سبق في التحليل. حق النيابة العامة أن تستمر في حبسه حتى إحالته إلى المحكمة المختصة، ولكن قد يظهر في أثناء التجديدات الموجودة، يعني هو هيجدد له 15، من حق النيابة العامة أن يجدد له 15 في 15 تاني، بعد كده تحيله إلى النيابة الكلية اللي هتجدد له 45 في 45، وهيستمر كده حتى الإحالة. أعتقد أن الإحالة في حالة السيد أحمد فتوح ستكون إحالة سريعة إلى المحكمة. أيضا أعتقد أن محاميه إذا ما طلب من النيابة العامة الإفراج عنه لعدم يعني خشية الهروب خارج البلاد أو خشية هروبه، ولأن لديه موطن ومحل إقامة ثابت في جمهورية مصر العربية وفي أي وقت ممكن يمثل للتحقيق مرة أخرى، أعتقد أن النيابة ستتجاوب وتخلي سبيله إذا ما قدم محاميه هذا الدفع. سؤال أنا بسأله برضو، يعني كل شوية بنسمع على المشاهير وحاجات المشاهير، هل هو بيحس اللي هو الفترة في الأوقات اللي هو تحت فوق طائلة القانون، أنا خلاص بقيت مشهور خلاص بقيت لعبة مهمة جدا، لأن الناس كلها أول شيء بيبدو إلى ذهنها إن يعني كان في حد في وقعة عصام صلصة أو في أي وقعة فيها حد مشهور، لا يا عم ده مشهور محدش هيجي جنبه. هو ده السؤال، يعني هما بيحبسوا الغلابة بس ما بيحبسوش اسم المشاهير ديت. الناس دي عندها فلوس تعرف تطلع نفسها من أي حاجة، الناس دي هتدفع أي مبالغ مطلوبة منها، وبعض الناس بتدي إيحاءات بأن هناك نوع من الرشوة ممكن يقدم في أي قضية من هذه القضايا والراجل ده يبقى خلاص انتهت قصته. لا، هنقول لهم إن لو بصينا، مش عايز أعدد أسماء مشاهير كثر تم القبض عليهم وتم إحالتهم للنيابة وتم إحالتهم إلى المحاكم المصرية وتم الحكم عليهم بأحكام بعيدا عن أسماء هؤلاء الأشخاص، لكن إحنا عندنا في يعني من يعتقد الشارع المصري أنهم قامات كبيرة في المجتمع المصري إذا ما ارتكبوا جريمة ما أصبحوا تحت سيف العدالة وتحت سيف القانون. لا أحد في مصر يستطيع أن يتجاوز القانون المصري ويفلت من العقاب، كلنا سواء أمام القانون من بداية زي ما بيقولوا كده من الغفير للوزير، كل الناس تقع طائلة القانون، مفيش حد كبير على القانون، كله سيعاقب إذا ما ارتكب جرم يستحق العقاب. احنا مش هنزيد على موقف السيد احمد فتوح، ولكنه الان بين يدي النيابه العامه، وانا ازعم ان القضاء المصري والنيابه العامه من اشرف من يدافعون عن حق المجتمع المصري، وفي ذات الوقت يدافعون عن المتهم في مثل هذه القضايا. دايما يعني بوجه رساله لكل المواطنين المصريين، اخر المدافعين عن المتهم في اي قضيه هي منصه القضاء المصري العادله اللي بتراعي دايما كل الابعاد، سواء الابعاد الاجتماعيه او الابعاد السياسيه او الابعاد النفسيه لمرتكب الواقعه وقت الحادث. ولذلك يعني كلنا ثقه في الاحكام التي ستصدر او في نهايه هذه القضيه امام القضاء المصري العادل. احمد فتوح مواطن مصري ارتكب جرم ما او حدث منه حادث ما ادى الى وفاه شخص، كامل الاحترام لوظيفة هذا الشخص انه يعمل في الامن المصري، ولكن في النهاية ايضا المجني عليه مصري والجاني مصري، وستطبق كافة الاجراءات القانونية على الجميع.
دون النظر الى شخص مرتكب الواقعه او دون النظر الى شخص المجني عليه. القضاء يا جماعه زي ما بيقولوه معصوم العينين، فالمنصه الكريمه التي تنظر القضيه مثلها مثل منصات مصر القضائيه جميعا، بتكون معصومه الاعين، لا تنظر ولا تتفاعل مع السوشيال ميديا، لا تتفاعل مع تعاطف الجماهير مع سواء الجاني او المجني عليه. هي لها اوراق التحقيق التي تنظر منها من خلالها القضيه وتصدر حكمها بكل شفافيه وبكل عدل، بعيدا عن كون السيد احمد فتوح لاعب شهير، بعيدا عن المجني عليه قرض امن او يعمل في المؤسسه الامنيه او سواء كان امين شرطه او لواء او مواطن عادي. المنصه تضع الجميع امام الحقيقه وتعاقب وتمنح الغرامات وتمنح التعويضات وتمنح الى اخره بحسب الاوراق المنظوره امامها، ليس لها علاقه بصفات الاشخاص او كونهم ماذا يعملون. سؤال هننهي بيه اللايف، يعني في احد المتابعين كان رسلنا على الصفحه وقال ده هو كده كده هيطلع ده موكل المستشار مرتضى منصور، فهل ما ان بسال السؤال ده لحضرتك ليه؟ ما انك الحكايه دي لعبتك، المحامي بيفرق في القضيه ولا لا؟ طبعا طبعا، والسيد المستشار مرتضى منصور له كامل الاحترام، قامه قانونيه كبيره في مصر كلنا نملها ونحترمها. المستشار مرتضى منصور يا جماعه يعني ما تزعلش مني يا استاذ مرتضى، انت اخر الزمن الجميل. المستشار مرتضى منصور هو اخر العمالقه الموجودين في الشارع المصري، اخر العمالقه القانونيين الموجودين حاليا، فطبعا كامل الاجلال والاحترام لشخصه. واعتقد ان معالي المستشار مرتضى منصور سيقود القضيه الى اتجاه يعني ازعم انه سيكون افضل الاتجاهات للاعب احمد رفعت. بنشكرك يا استاذ صبرا، شكرا لكم متابعينا الكرام، متابعي موقع المصريه في كل مكان. كان معكم محمود عزام، وانتظرونا ان شاء الله في لايفات اخرى.